اللقاء يا القعدان. مقدمة الشوط أعزائي المتابعين، ومن يحتل المركز الأول حطام، تعود ملكية حطام لمشعان بمحمد بن حبيب العتيبي على المركز الأول وفي مقدمة الشوط، ولكن دخول وتسلل من مسير راشد بن ناصر الجبر النعيمي وشعاره على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني والتغيير والدخول وتسلل من قبل عكلان لمسفر بن علي بن سفران المري. دور المركز الثالث اللي يتقدم من الجانب الآخر، هنا حطام مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي، بينما المركز الرابع يصل الخروف لمسلم بن عمير بالذويب العامري، يقدم الخروف على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس يصل الباز عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. حطام على المركز الأول يتقدم إلى المركز الأول مرة أخرى. مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي يدفع ويقدم حطام في هذا الشوط القوي، وأشواط اليوم أشواط قوية ومميزة. هذا هو حطام على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، مندفع إلى الأمام وعلى الكادر الفوقاني وبهذا الشعار المميز وهذا الأداء الممتاز. النقلة إلى المركز الثاني، هنا مسير لراشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الثاني. دور المركز الثالث الخروف مسلم بن عمير بن سعيد بن ذويب العامري، وننتقل من الخروف إلى المركز الرابع وعكلان مسفر بن سفران المري. يقدم عكلان على المركز الرابع، ولكن دخول عليه من قبل الباز عبد الهادي بن علي الغيثاني، وأيضا دخول على شعار الغيثاني وتسلل من قبل دابان سالم بن ناصر بن حفيظ اللي يقدم دابان على المركز الرابع. في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. حطام مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي، هذا هو حطام على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. الخوف من الخروف اللي على المركز الثاني مسلم بالذويب العامري، يقدم الخروف على المركز الثاني ويندفع اندفاع قوي. المركز الثالث أعزائي المتابعين مسير راشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل وانطلق دابان سالم بن ناصر بن حفيظ. المركز الخامس ومن يتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس ويتقدم هنا الباز عبد الهادي بن علي الغيثاني، ولكن نعود إلى حطام مشعان بن محمد العتيبي. مشعان بن محمد العتيبي أحد المشاركين من أبناء الكويت والممثلين لهم، ممثل لأبناء الكويت ومن ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، ومرحبا بضيوفنا الأعزاء من الكويت ومن الإمارات ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن سلطنة عمان ومن كل أنحاء وميادين دول مجلس التعاون الخليجي. نعود إلى حطام. حطام على المركز الأول، حطام وأمال كبيرة في هذا الشوط الكيلو متر الأخير يا مالك حطام، ولكن الخروف خطير على المركز الثاني. يا سلام مسلم بن عمير بالذويب العامري على المركز الثاني، شعاره مع الخروف. الله، بدأ التنافس المثير. الدابان على المركز الثالث وسالم بن ناصر بن حفيظ، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. ينطلق الخروف، يتسلل الخروف إلى المركز الأول وسلالة الخروف الغنية عن التعريف مع المركز الأول. يا سلام، هذا هو مسلم بالذويب العامري، يقدم الخروف في هذا الشوط. الله، يا سلام. إذن الخروف مع المركز الأول، حطام مع المركز الثاني، ولكن الخروف ينطلق. يا سلام، الله، انطلق الخروف مشاهدينا الأعزاء بانطلاق وعرض صاروخي إلى ناموس الشوط وإلى المركز الأول. وسلام يا هذه السلالة العريقة، سلام يا الخروف، سلام
الله يا الخروف، إذا يختطف إلا المركز الأول بعرض ممتاز بأداء ممتاز. الله تهانينا يا مسلم بدريب العامري، سلام يا الخروف، سلام سلام يا مسلم، سلام تهانينا. والناموس بدون أي منافس على الإطلاق يختطف المركز الأول ويحطم التوقيت الزمني، راح التوقيت مع الخروف. المركز الثاني، المركز الثاني حطام مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي، المركز الثالث المركز الثالث الحنيش لتويم بن محمد آل بحيح المري، المركز الرابع براق لعلي بن محسب مصالح المري، المركز الخامس وصل نزاع لحمد بن عبد الله بن سعيد قريس. تهانينا والناموس لكل الفائزين. وبالفعل هذا هو الخروف مشاهدينا الاعزاء، يختطف المركز الاول وراح التوقيت الزمني، يتحطم التوقيت الزمني ايها الاعزاء ايها الحبل الكريم تحت خف الخروف. 6 دقائق 4 ثواني 30 جزءا من الثانية افضل توقيت يسجل في صباح هذا اليوم. تهانينا المسلم بن عمير بن سعيد بن ذويب العامري. المركز الثاني وصل حطام 6 دقائق 10 ثواني 26 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمشعان بن محمد بن حبيب العتيبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصل الحنيش 6 دقائق 12 ثانية 58 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الحنيش تويم بن حمد بن تويم آل بحيح المري. تهانينا والناموس للجميع. أيها الأعزاء تتواصل الأشواط وانطلق في هذا